ريال جاي جيته ان شاء الله بقوه جاي ريال. مالك حبيبي جاي شافي بيجيب مع رونالدينيو تو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ بخير. بارك الله فيكم. انا باغى اسالك سؤال واحد انت. ما عندك ثياب انت تبغى تلبسها من غير هذا قدام الناس؟ صارت هلكتني فضحتنا قدام هذه ما قلته. اربع فردات الكبت في غرفتك لابسين ذا اللي هو ينفذه قدام الناس حد يلبس ذا اللي هو ينفذه. انت ما تخجل؟ ما فضيحة عليك انت؟ ربيعك جاي حيدك لابسين ذا اللي هو ينفذه الصريع ذا اللي هو ينفذه؟ هذا ربيعك جاي حيدك ما تخجل ما تستاهل وقل؟ عمي طول بالك الموضوع ما مستاهل ترى لها تجلس ما مطلوب منك. اخي الحرام صح موسى مو نوبة اللهف لهف مو هاف تعرف هذا مو معناه هاف مو نفس الأوزار كما في يابا. أقولك سهوب أنا بروح عندي مباراة وأنا راجع من الدوام أدور سرير عشان أنام راجع من دوام ليل وحدي مرة تعبان حطيت راسي على الوسادة وفكرت لي بأحلى أحلام حطيت راسي على الوسادة وفكرت لي بأحلى أحلام لكن للأسف ما نمت سبت هالصدعان رن المنبه يلا الدوام دوام ما نمت شيء. في حاجة بسيطة حابين نوضحها للناس وخاصة للناس اللي تقول ان العماني ما مال شغل. اليوم في احد مواقف اللي صادفنا هنا في مدرسة النسائم احد الاشخاص لما جلسنا معاه مسرح من العمل من سنتين وصار له في مدرسة النسائم تقريبا 15 يوم ينام في المدرسة يواصل الليل بالنهار وهو يشتغل هنا ما عنده مصدر دخل بس لما بلاده طلبت منه أن يوقف معاها جاب مليون سبب علشان يوقف مع أهله. هذا العماني وهذا معدنه. دكتور ويجيك واحد يقول لك في النهاية أن العماني ما مال شغل تعال الميدان العماني يبين أنه مال شغل في الميدان هنا يبين معدن العماني ولا عزاء للنائمين ولا عزاء للنائمين المنتقدين ولا عزاء للمنتقدين بالضبط. والحياة حلوة بس نفهم.